جرح بسيط أو عميق، نزيف بسيط أو حاد. للأسف بسبب الظروف اللي بنعيشها حالياً ممكن ما يكون الموضوع سهل والأدوات مش متوفرة عنا. رح نشرح بهذا الفيديو عن طريقة التعامل مع الجروح والنزيف ضمن المتوفر بمحيطنا. بنعرف إنه النزيف البسيط علاجه بصير من خلال استخدام قطعة شاش أو ضمادة لاصقة بسيطة بعد ما نغسله بالمي والصابون، لكن إيش نعمل إذا كانوا حتى هاي الأدوات مش متوفرة عنا؟ هون بنحاول نغسل الجرح بالمي ونلفه بأي قطعة قماش نظيفة عشان يوقف النزيف. أما الجروح العميقة والنزيف القوي ضروري نتصل بالإسعاف أولاً، وبنقوم بالضغط المباشر على الجرح بواسطة شاش أو أي قطعة قماش متوفرة معنا حتى يوقف النزيف. وإذا ما وقف النزيف نستعين بالعاصبة أو أي قطعة قماش بنقوم بلفها وإحكام شدها على اليد أو القدم، أو بنحط قطع من القماش في داخل الجرح وبنضغط عليه وبنستنى الإسعاف. وتذكروا دايماً إنه الخطوة الأولى هي إنه نكون في محل آمن وقت تقديم المساعدة.